بيان أمريكي عاجل على تعامل مصر مع سد النهضة، بننشر لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. وهام رئاسة الوزراء تتابع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية الضخمة في قناة السويس. وأول تعليق من الرئيس السيسي على العلاقات مع الإمارات، بننشر لحضراتكم التفاصيل. والأرصاد بتكشف عن مفاجأة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. وجدل في مصر بعد قيام يوتيوبر سوري وزوجته إعلان جنس مولودهم على الأهرامات. وتطورات جديدة وخطيرة في قضية أحمد عز وزينة. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول وأخبارنا. عاوزين نوصل لألف أعجبني على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل لأكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. زي ما حضراتكم عارفين إن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس منطقة ضخمة جدا، يعني مصر هتقوم فيها بجذب الاستثمارات الأجنبية من الدول المختلفة. نبدأ بأول خبر معانا. رئيس الوزراء المصري يتابع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية الضخمة في السويس. عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعا لمراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حضر الاجتماع وزير العدل عمر مروان ووزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي ومساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية بدر عبد العاطي. الاجتماع شهد عرضا حول موقع ومساحة المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشائها ونتائج المباحثات التي تمت بين مسؤولي البلدين على مدار الفترة الماضية للاتفاق على خريطة طريق إنشاء المنطقة وقواعد الاستيراد والتصدير منها وإليها ومعايير وإجراءات قبول المشروعات بها والجدول الزمني لإنشائها وتشغيلها. المصدر معنا كان من صحيفة المصري اليوم. طبعا في منطقة لروسيا كما ذكرت، في منطقة للصين، في منطقة لبعض الدول الأوروبية، وتقريبا يعني في منطقة لأمريكا. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا كل المناطق يعني لاستخدامها اقتصاديا لإقامة المشروعات عليها. المنطقة اللي خدتها الإمارات يعني خاصة بخدمة السفن، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان أمريكي عاجل على تعامل مصر مع سد النهضة. أمريكا اعتبرت أن مصر بتلعب دور بناء فيما يتعلق بأمن الحدود وملفات ليبيا وسد النهضة الإثيوبي والأوضاع في قطاع غزة. وقالت دانا سترول نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط: نعتقد أن لدى مصر هواجس مشروعة، ونعتقد أن المساعدة الأمنية لمصر هي وسيلة أساسية لتلبية هذه الاحتياجات. أضافت أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن مصر تؤدي دور بناء فيما يتعلق بأمن الحدود بليبيا وبسد النهضة الإثيوبي وبالنزاع في غزة، مشيرة إلى الطلعات الجوية للجيش الأمريكي وحركة عبور قناة السويس. ونوهت بموافقة مصر على تخصيص مبلغ من ميزانيتها وعدم اكتفائها بجزء من المساعدات الأمنية الأمريكية البالغة 1.3 مليار دولار سنويا لتحديث أسطول الجيش المصري من مروحيات أباتشي. المصدر معانا كان من AFP. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. يعني واشنطن بتشكر في دور مصر الحكيم في التعامل مع هذه القضايا، قضية الحدود مع ليبيا وقضية سد النهضة و قطاع غزة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وأول تعليق من السيسي على العلاقات مع الإمارات. ورئيس عبد الفتاح السيسي علق عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات واستشراف آفاق إضافية للتعاون في كل المجالات، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر والإمارات بميزات
تفضيلية. قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن الرئيس السيسي استقبل وفدا إماراتيا رفيع المستوى برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني للإمارات، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة. أضاف إن اللقاء تناول التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات التعاون الثنائية بين مصر والإمارات، خاصة في الشق الاقتصادي والتجاري، فضلا عن جهود تعزيز الاستثمارات الإماراتية المصرية المشتركة في مصر في مختلف القطاعات. وقال إن الشيخ طحنون نقل إلى الرئيس السيسي تحيات ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شيد بالمناخ الاستثماري والتجاري الجاذب في مصر في ظل العملية التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس السيسي، وهو ما يوفر فرصا غير مسبوقة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ككل. أكد في هذا الأمر حرص الإمارات على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات على مختلف الأصعدة والقضايا، والتطلع لأن تمتد تلك العلاقات الاستراتيجية إلى الأجيال المستقبلية. وتابع أن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد مرحبا بزيارة الوفد الإماراتي إلى مصر، شيد بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والإمارات وما وصلت إليه من مستوى متقدم على شتى المستويات، مع الإعراب عن تطلع مصر لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح مصر والإمارات والشعبين الشقيقين واستشراف آفاق إضافية للتعاون في كل المجالات. مصدر معانا كان من المصر اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني مصر والإمارات تشهد الآن يعني علاقات متميزة جدا. في ناس بتطلع وتشكك في دور الإمارات، ولكن أعتقد أن مصر لديها معلومات كاملة وعندنا ما شاء الله جهاز استخبارات عالي على أعلى مستوى قادر على كشف الحقائق. يعني كانوا بيقولوا أن الإمارات ليها دور سيء أو معادي لمصر في قضية سد النهضة، ولكن أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. الأرصاد بتكشف عن مفاجأة في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب مصر، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا، ويكون الطقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلا. أوضح خبراء الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين من 2 ل 4 درجات. تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية في الصباح الباكر، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط. عندك الإسكندرية، عندك مطروح، عندك العلمين، عندك السلوم، يرتفع الموج من 2.5 ل 3 متر. بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة لمضطربة، ارتفاع الموج فيه من 2 ل 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. هنقول مع بعض دلوقتي يعني درجات الحرارة على بعض المحافظات المهمة. عندك القاهرة العظمى 37، الصغرى 25. عندك طنطا العظمى 38، الصغرى 25. اسكندرية 33، عظمى 26، صغرى. بورسعيد 33 عظمى 26 صغرى. عندك الزقازيق 36 عظمى 25 صغرى. السويس 37 عظمى 25 صغرى. وادي نطرون 35 عظمى 25 صغرى. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. أتمنى أكون يعني قلت لحضراتكم آخر الأخبار عن الأرصاد بشكل يعني تكونوا استفدتوا منه بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وجدل في مصر بعد قيام يوتيوبر سوري وزوجته إعلان جنس
المولود على الأهرامات. أحدث يوتيوبر سوري وزوجته العراقية المعروفان باسم سيماندو شهد جدلا واسعا بسبب انتشار مقطع فيديو لهما ظهروا فيه وهما يتحدثان عن إقامة حفل للكشف عن جنس المولود في الأهرامات في مصر. نشر اليوتيوبر سيماند برفقة زوجته فيديو على قناة في يوتيوب أكد فيه أنهما هيحيوا حفلا في أهرامات مصر لكشف جنس المولود، وأشار إلى تجهيزهما لهذه الاحتفالية على مدار أيام طويلة، وأنهما رغبا في ذلك ليكونا أول شخصين في العالم يعلنان جنس المولود المنتظر في الأهرامات. وتعليقا على الفيديو كتبت ريهام رضا في تغريدة على تويتر: في 2 يوتيوبر عملوا حفلة في الأهرامات عشان يعرفوا البيبي ولد ولا بنت. تخيل تفضل تبني 20 سنة في هرم وتنقل في حجارة وناس تموت عشان يدفن فيها ملك، وفي الآخر 2 يوتيوبر يعملوا حفلة على أبرك ويلونوا الهرم بينك وبلو الزهري والأزرق. هذه كانت تغريدة يعني من ريهام رضا على تويتر. نشوف إبراهيم الأحمد قال ايه على تويتر برضو، وغرض ابراهيم الاحمد على تويتر: يوتيوبر سوري يحول الاهرامات الى جهاز ايكو لكشف نوع الجنين، منك لله يا انس مروة. هذا كان تعليق ابراهيم الاحمد. ومغرد ايضا يدعى العميد على تويتر وقال: وين عيون ابو الهول تشوف شو عملته بالاهرامات؟ واضاف: بعد برج خليفة الاهرامات تدخل ضمن الاجهزة الطبية لمعرفة جنس الجنين. هذه كانت تغريدة العميد على تويتر. يعني انا شايف انه شيء يعني كويس، الناس عمالة توجه ليهم انتقادات. المصدر معنا كان من RT. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر وننتقل مع بعض الخبر اخر واخير. تطورات جديدة وخطيرة في قضية أحمد عز وزينة. قضت محكمة مدينة نصر في مصر برفض طلب الفنان أحمد عز بتحويل نجليه عز الدين وزين الدين من مدرسة لأخرى. وكان محامي الفنان أحمد عز طلب من محكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر تحويل نجليه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى فيوتشر، فيما دفع محامي الفنانة زينة خلال الدعوة بأحقيتها في الإشراف التعليمي على توأمها من الفنان أحمد عز وهما عز الدين وزين الدين. وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر في 11 يونيو 2020 برفض الدعوة المقامة من الفنان أحمد عز والتي طالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه من الفنانة زينة ونقلهما إلى مدرسة أخرى. محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه استرليني مصروفات دراسية لنجليه. يشار إلى أن زينة كانت أقامت دعوة ضد عز تطالبه بدفع 900 ألف جنيه مصروفات مدارس أولادها التوأم، وقامت المحكمة بقبول هذه الدعوة وألزمت عز بالمصاريف. في فبراير الماضي ألزمت المحكمة عز بزيادة نفقة توأم زينة ل 60 ألف جنيه شهريا، وكانت المحكمة قد قضت العام الماضي بإلزام عز بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه للتوأم، إلا أن زينة أقامت الدعوة للمطالبة بتزويد المبلغ. كما قدم محامي زينة حافظة مستندات تحتوي على تحريات تفيد بامتلاك عز فيلا جديدة إضافة إلى شراؤه سيارة بورش، وطلب من المحكمة زيادة نفقة طفلي موكلته. مصدر معنا كان من القاهرة 24. أتمنى أكون نقلت لحضراتكم أهم الأخبار في الوقت الحالي، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم. إن شاء الله إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.